يا بلاتي اسمح لي. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، إذا مباشرة من ألتو راديو حي الإنبعات. إذا معنا هذا الأب ديال الأسرة اللي كيعاني في صمت للأسف الشديد، على حسب القول ديالو من 2005 هو ساكن في هذه البراكة هذه، هو كيعاني هو والأبناء ديالو، يعني للأسف الشديد الكل كيعرض معاناة ديال الناس اللي قاطنين ديال دور الصفيح مع الحراره في الصاد بطبيعه الحال وفي الشتاء. هو كيطالب هبط ديك الورقه حيدها، هو كيطالب من المسؤولين بطبيعه الحال الانصاف ديالو ويستافد بطبيعه الحال بحال الناس اللي يستافدوا هنا من بقعه ارضيه. شوفوا الرساله ديالو بطبيعه الحال وشوفوا المعاناه اللي كيعانيها في هذه البراكه هذه، وشوفوا شنو الرساله اللي غادي يوجهها الجهات، والرساله اللي غادي يوجهها بطبيعه الحال الجهات المسؤوله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اخي عرفنا براسك. واخا عندنا مشكلة خايف هشام بوحية ألتو راديو، عندي نمرة رقم شهر 5. ياه شنو النمرة ديال الرقم ولا شنو؟ لا لا البر 2005 2005 من 2005 وحنا هنايا احنا مكربسين الشتا الصيف و واخا انت عايش في هاد البراكه انت وشكون اللي عايش معاك؟ انا ولادي. شحال ديال ولادك؟ عندي عاد طفله وحده. عندك بنت وحده؟ بنت وحده. تنعاني في هاد البراكه. الشتا كتدخل لكم؟ والقطره والشتا والجعابر. انا الطبات فهمتي، الطبات يكونوا عندنا هنايا. زيد كمل شي. المشكل اللي تنطلب يعطيني القطعه ديالي هاد. حكينا بعدا، حكينا المعاناه ديالك عاد نشوفوا المشكل. المعاناه ديالي أنا هذا المشكل هذا اللي ضرب هاد التمارة هنايا مكرفص مكرفص أنا ولادي، وهاد التمارة اللي مكرفص الشتا وقايلة عليا هنا هنا نشكاو. مشينا عند هالورقة عطاني القايد الأول ديال الهدم، عطاها لي. شنو عطاك فيها؟ عطاك أنك تهدم بس تهدم. نهدم. الآخرين ما خلونيش، العسكر ما خلونيش. دابا أنا تنطلب جا القائد الاول قال لك ما تهدمش، ما عطاوكش. هذا القائد الجديد قال لك ما تهدمش. هذا القائد الجديد قال لك سي دابا باقي ما عطاوش الارض ديال العسكر. ارض العسكر حنا تنطالبوا سي العامل وسي القائد يعطينا القطاع ديالنا، يعني يعطيك بقعه ارضيه. البقعه ارضيه تستافد انت ووليداتك. انا وليداتي هذا اللي تنطلبوا. محلتك الكرام، محلتي الكرام، محلتي التماره. انت عايش هنا في العدابه؟ في العدابه. من امتى انت ساكن هنا؟ من 2005. 2005 ساكن هنا؟ انا ساكن 2005 اخي. 2005. دابا انتم كتعانيو هنايا بطبيعه الحال؟ ما لقيتو لا حنين ولا لا والو، ما كاين حتى واحد يعتقنا. عينا نديرو شكايات، عينا حتى واحد ما عطانا حقنا. واخا بالنسبه للقايد اللي كان عطاك الورقه، شنو قال لك القايد؟ القايد الاول قال لي هدم تبعني. قال لي تبعني. مشينا الاخرين ما خلونيش، العسكر ما خلوني. قال لك ما تهدمش. ما خلونيش. قال لك ما تهدمش. تستافد ولا عطاك الورقه ديال انك تهدم؟ قال لك لا ارض ديال العسكر. لا دابا القايد شنو عطاك الورقه ديال انك تستافد. تستافد. والورقه فيها الهدم والاستفاده. الهدم والاستفاده. واخا شنو كطالب انت؟ دابا تنطالب ارضيه ديالي. يعني كتطالب بالاستفاده من انك تاخذ الارض الارضيه. هذا اللي تنطالب به، ما خصني حتى حاجه. تنشوف انا سي العامل وسي القائد الاول اللي يعطينا الارضيه ديالنا. يعطيك الارضيه فين تستافد. نستافد. وتحيد مع البراكه. نحيد مع البراكه. قهرني 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 مره هاد الحراره وهاد الشتا. انت كلشي مفروع، كلشي مفروع. تندور الحيط ما تيخليوني شي، تيمنعوني. وانت كتطالب بالاستفاده بحق. الاستفاده حق. هذا اللي تنطالب. كامل استفدوا الا انت بقيت. انتم بقيتوا هنايا. حنا اللي بقينا هنايا. بقينا حنا هنايا، حنا مكربسين. دارنا شكايه ودرنا ما خلينا حتى قنت. مشينا للرباط ما عطاوناش حقنا. يعني باقي ما كاين والو. ما كاين والو. اللي يقلب اليوم غدا اليوم غدا. اليوم غدا اليوم ما كاين حتى حاجه. تيكذبوا علينا. تيكذبوا علينا. انت كطالب غير السيف. السيف طالب غير السيف هذا. إذن كما سمعتم متابعي قناة شفت في هذا الأب ديال الأسرة اللي ما قادرش يهضر، ما قادرش يعبر، ما قادرش يوصف المعاناة اللي كيعانيها هنا في هذه البراكة هذه هو والأسرة ديالو. هذه البراكة اللي على حسب القول ديالو أنه من 2005 هو ساكن هنا، من 2005 هو كيعاني في الصمت للأسف الشديد، من 2005 هو كيعاني في الصيف والشتاء للأسف، يعني الصيف الحرارة والشتاء بطبيعة الحال الكل كيعرف بأن الدور الصفيح كيعانيو بطبيعة الحال للأسف الشديد. هذا نداء عفوا للجهات المسؤولة، هذا نداء كما قال السيد العامل الإقليمي العرائش باش يتدخل وينصف هذه الأسرة اللي كتعاني في الصمت للأسف الشديد، اللي كيقول وقال بأنه مخصو والو، خصو غير يستافد من السكن اللائق ويغير بطبيعة الحال البركة ديالو ويولي ساكن بطبيعة الحال في سكنة اللي هي أحسن من هذا القزير، لأنه مهدد هنا بطبيعة الحال، مهدد وخايف على بنته وخايف على ولادو. دابا انت هنا مهدد هنايا، خايف على بنتك، خايف على كل شيء، خايف يدخل للجعابه. ودار تيدخلوا شحال من الفار قتلناه، وقط شحال من الفار قتلناه. واخا دابا انت شنو الكلمه ديالك الاخر، شنو تبغي تقول؟ الكلمه الاخر ديالي ديروا معايا واحد الحل، عطوني بقعه ديالي ارضيه فنسافر ونضرق انا ولادي تيلحق الله. لا مار شكرا.